عظمة لسانه. هم يرمون الحقيقة في السلة. بالظبط كده. رموا الحقيقة في السلة ورموا معاها حاجات كتيرة جدا مهمة. أنت ربطت في البداية أو في الاستهلال بتاعك بين كل اللي بيحصل وأزمة مباراة قمة السلة. عايز تعرف أي أزمة، ارجع للأساس. أيوه. الموسم ابتدى في كرة السلة بقرار اتحاد السلة بالمنع. ولكنه كان قرارا يعني تم تنفيذه بقدر كبير من المرونة، فكانوا سايبين ان الأندية ممكن يحضر بعض الأجهزة الرياضية من الأندية الشخصيات البارزة، على اعتبار برضو يعني طالما ان مفيش مشاكل ليه لا. فضلت الأمور ماشية. ولعب الأهلي في ملعبه في ظل هذه القاعدة ولم يحدث أي شيء. ولعب الزمالك بقى، المشكلة اللي يضحكك بقى في الموضوع أو يثير دهشتك، هذا الأمر انفجر ليه؟ مشكلة الأهلي والزمالك اللي في ملعب الزمالك بدايتها كانت إيه؟ الزمالك وسموحة في هذا الملعب تحديدا حصل مشاكل جامدة جدا، والجماهير اعتدت على بالالفاظ وكادت تعتدي بدنيا على الحكم في وجود المسؤولين، وشكاوى اتقالت وسباب يعني تجاوزات جامده جدا. فاتحاد كره السله اتخذ قرارا وكان برضو عايز يسيب يعني ان الانديه تتحمل مسؤوليتها. وخد بالك هو منع الجمهور من 2012، بس كانت متسابه زي ما انت بتقول للانديه مع بعضها. طيب انما اتحاد كره السله قال ايه؟ نتيجه هذه الاحداث الزمالك وسموحه. الزمالك وسموحه اه يعني الزمالك سبب المشكله. ايوه. القرار اللي اتاخد قرار غريب جدا، كان ينبغي ان يكون العقوبه موجهه للزمالك. ان الملعب ده يتحرم من الجمهور مش بقيه ولكن طبعا توخى اتحاد كره السله الكياسه وقال لك مش عايزين مشاكل، يبقى منع الجماهير من الحضور، والجماهير في المنع المطلق، وحددوا مجالس ادارات الناديين فقط. مجال اتحددت اي واحد خارج مجالس ادارات الناديين مش مسموح له انه يتواجد. طيب لو افرض ان الناديين ما عندهمش مشكله هياخدوه على مسؤوليتهم، قال لك يبقى بموافقه كتابيه. ولكن الثغره دي مش معناها انك انت أن تلزمني وانا مرتاب. جه الاهلي يخش الصاله، الكلام ده منشود، عيان اتفضل محترمين من الجانبين يعني. كان البدايه اعداد قليله، بعض لعيبه الكوره، بعض المشجعين، عدد محدود 50-60 واحد. وبعدين فجاه حصل هجمه، اقتحام. المراقب اوقف المباراه او اوقف التسخين، ما كانش لسه في مباراه. كله يطلع خدت وقت. في خلال هذا الوقت انهال السباب بكل الالفاظ على النادي الاهلي ومجلس ادارته، حتى طالت رحمه الله عليه كابتن صالح سليم واسرته بلا مناسبه. في وجود سعاده وتفاعل من بعض لاعبي كرة القدم المتواجدين. يعني مشاركة. مش ضروري يكونوا هم يعني، إنما متفاعلين. حصل إصرار على، خدت وقت. ناس خرجت، اتباع حوالي 70 واحد اللي كانوا قاعدين كده. فالأجهزة بتاعت نادي الزمالك قالت لهم تعالوا هنا بعيد عن الكاميرا في الجنب التاني ده. كان فيهم شوية آنسات وبنات. وهم نازلين راحوا خارجين من الصاله. لكن في المدخلين بتوع الصاله فضل اجزاء من الجماهير. هتهجم تاني. كل اللي قاله الاستاذ عمرو فاروق وزير الرياضه الاسبق في مجلس الاداره، نائب رئيس النادي. ونائب رئيس النادي، ان يا جماعه الاجواء دي لا تسمح باقامه مباراه. في بقى مناوشات بتحصل. واظن ان انتم معنيين بتطبيق
اللائحة، لم يذكر أحد بالاسم. هذا هو ما قاله الأستاذ عمرو فاروق. ولكن في المقابل خلاص أنت بتمارس حقك وتوجسك. اللي بيجي يقول لك هو أنا لما أنا كنت عندك، هو أنا يصح أقول لخالد بيبو أخرج؟ صح تقول لخالد بيبو أخرج لو كان النظام بيقول ما يبقاش موجود. يصح تقول للكابتن خالد بيبو أخرج لو كان جزء من التجاوز المشكلة. وجزء من المشكلة. لكن أنت صاحب المشكلة اللي اتمنعت بيها لتاني مرة بقرار خاص بيك أنت، ومشكلة حصلت في ملعبك. إنما النظام يا أستاذ إبراهيم، المشكلة إن عدم قبول النظام وإن إحنا أكبر من النظام. ده وصل الأمر في الآخر لما الماتش بقى هيتلغي. أولاً أحد كبار المسؤولين ترك القاعة وقال لهم لما الماتش يبتدي يكلمون. مسؤولين في لجنة الزمالك. ممكن يكون استاء من المشهد وما حضرش وذكاء وحصافة مش عايز يحضر أي تجاوزات تحصل. يبقى شاهد عليه. والسباب شغال. تجاوزات بالبودي لانجوج بالألفاظ وصل الأمر إن لما الماتش خلاص تقرر من جانب المنظمين إنه لأ خلاص الماتش هتلغي، فابتدى ياخد لعيب الفريقين ناحية ملعب معين. كابتن شيكابالا خد الكورة بتاعت الباسكت وراح ناحيتهم قال لهم وسعوا كده بقى، أنا عايز أتمرن. عايز أتمرن؟ أيوه للعيبة الأهلي. وقبليها دار على المسؤولين في النادي الاهلي يقول لهم انا لا انا مش لا مش انا مش هخرج. انا فوق النظام، انا فوق التعليمات، انا فوق اي حاجه. طيب النهارده البعض يريد ان ياخذ الامر في سياق التعنت مع وجود الكابتن شيكابالا لمثل هذه الامور، لان هو اللي قبل كده قاد الجماهير الى. طيب لو ان افرض ان مفيش حاجه زي كده، افرض ان كل الناس اللي موجوده هتلتزم. طب انا لاعب، سيبك بقى من النادي بتاعي، النادي بتاعي محرج مني وانا رمز ومش عايز مشاكل زياده عن المشاكل اللي موجوده. فقال له خلاص مش مشكله، مش هلعب المباراه لو انتوا اصرتوا لخروج هؤلاء النجوم ومنهم الكابتن شيكابالا. بس انا بقى فين حبي للنادي بتاعي؟ فين حرصي على مصلحه النادي بتاعي؟ لو انا فعلا مش بحب نفسي اكتر من النادي واكتر من اي حد، هعمل ازاي؟ انا اللي هرفع الحرج عن الجميع يا جماعه. وامتثل للنظام. لا وبعدين اصل انا النظام مش اتوضع عشان اقول رايي فيه، اللي بيقول رايي فيه اجهزه اخرى، لكن وضع ليطبق بصرف النظر عجبني او لا. مش النظام اللي عجبني انفذه والنظام اللي مش عجبني ما نفذوش. ما ينفعش. دي بالظبط المشهد يا استاذ ابراهيم بتاع كره اليد بتاع بطوله العالم، نفس المشهد. رئيس اتحاد هو المسؤول كلجنة منظمة واحد مسؤوليها الكبار على تطبيق النظام. النظام بيقول ايه؟ ما هو لما تبقى مش مصدق جدية النظام بتتصرف بالطريقة دي. العالم كله واخد الامر جد الا احنا. الكورونا، الفقاعة، اول مرة اسمع الفقاعة في البطولة دي. انت عايز تبقى جوه الفقاعة ولا خارجها؟ لا عايز اكون موجود جوه الفقاعة. مش هتخرج وادي المسار. مش يوم يخرج مره ينبه واثنين ينبه وثلاثه، ومش يكتفي بان هو اللي بيخرج وبيستدعي بعض من له بهم صلات انه معاه ويرافقوه ويخشوا ويخرجوا. هذا نظام خطير على مستوى العالم. هذه خروقات كبرى في واحد هو المسؤول عن تنفيذ هذا، يعني كان الاولى به ان ينفذ. لما يجي الاتحاد الدولي ياخد قرار لا دي مؤامره عشان النادي الاهلي، وانا ما كنتش هعلق الا بالزج بالنادي الاهلي. مش عارف حتى هو بيبعد هشام نصر من الاتحاد الدولي يبقى هو الاهلي. ما بقول لك بدل ما يقولوا ان العالم مهتم بجديه في هذا الامر بتصل لا يبقى الاهلي. دي بتصل لاستبعاد منتخبات من استبعاد لاعبين في كاس العالم للانديه. الموضوع بدل ما تبقى انت الراعي تطبيق النظام، لا انت بتبقى جزء من خرقه والتهكم على اي جزاءات تيجي عليك نتيجه خرقك للنظام اللي انت مسؤول عن تطبيقه. انت شايف
شايف المشهد عامل ازاي يا جماعه؟ والله انا خاطب العقول، انا ماليش دعوه بالمشاعر اللي عماله مضلله. وانا يؤسفني تاني الكابتن ايمن يونس بقيمته يطلع ياخد الموضوع في سياق غير كده. كابتن ميدو ولو انه رجع تاني راجع نفسه وقال انت هتورينا الحاجات دي كلها، لكن يا جماعه هو احنا هنوصل ان احنا النظام اللي عجبنا ننفذه واللي ما عجبناش ما ننفذوش، واذا طبق علينا يبقى مؤامره ضدنا وتحيزا للاخرين؟ هو الاهلي بيقول لك هو لو كان نجوم الاهلي هتقدر تطلعهم، هم هيطلعوا مش هيستنوني ان انا اقول لهم. وليه ما يطلعوش؟ وبعدين يعني لو النظام بيقول يطلعوا في دوله في الوقت اللي كلنا نقعد نندج اللبان كده ونتشدق بما فينا المحترفين في الخارج، يقول لك ده رئيس وزراء السويد لو كسر اشاره بيتاخد الغرامه وبيدفعها في ساعتها. لكن لما يجي طبعا النظام عليك، لكن الكابتن فلاني لا انا لا انا لا اتعودنا على كده. دي ثقافه ابراهيم، هذه ثقافه تغزو عقول الصغار الان وتكون شخصيتهم ووجدانهم. انت ليه انتفضنا قدام تويته كتبتها هنا جود نسبت الى هنا؟ هي مش ممكن تكون كتبتها، نسبت اليها وانتفض الاهلي قبل ما البنت دي يتزرع جواها ثقافه الاهلي. على فكره اتغرمت هي وهم الاثنين اتغرموا 10,000 جنيه عشان ردوا على بعض. طبعا. وكانت العقوبه ما فيهاش ايقافات وبتاع توفقا بان بالزبط. لا دي قرصت ودن صغيره واستجابوا. ايوه. لكن لو تركت الامور كده هتخلق هذا النموذج الذي لا يقبل الا النظام اللي يجي لمصلحته. ايوه. مفيش حاجه اسمها نظام يجي لمصلحتي. ما فيش حاجه اسمها نظام اطبق المعايير اللي هي تفيدني بعد النظام ما يطلع. كل حاجه كده نادي القرار احط معايير يقول لو طبقت المعايير دي. طب احنا عمالين نتكلم دلوقتي في التصنيف بتاع الاتحاد الدولي بتصنيف الاتحاد الافريقي في كره القدم كلها ايه؟ النظام التراكمي. مجموع البطولات النقاط. ما بيقولوش اللي خد اكتر بطولات. مين اللي عنده نقاط اكتر يبقى ده اللي في المقدمه. هذا هو النظام العالمي. فلا احنا نحط النظام ده لان النظام ده بيخدم فلان. ده بتقولها امتى؟ بعد ما تظهر النتيجه. مش بتقولها من بدري ان انا بدليل انك انت قابل ان يطبق ويستمر النظام في القرن ال21 ما بتحتاجش عليه لانه افادك رغم انك مش متصدق. يا استاذ ابراهيم محدش بياخد القانون في ايده، محدش بينفذ اللي يعجبه من النظام ويرفض، محدش بياخد المجتمع انه كل ما حد يجي حاسبه لانه بيكرهني. لا، لانك خرقت النظام بس. أي. كده. ايوه. طب مين اللي حط النظام؟ زي ما المهندس عدلي قال لكم في الخلاصه، الدنيا كانت ماشيه. يوم 20 مارس الزمالك وسموحه حصل الشغب اللي حصل من جمهور الزمالك، خد اتحاد السله القرار مش مسموح ابدا بحضور جماهير ومجلس اداره الناديين والمدير التنفيذي غير كده. لا، ده القرار اللي اتاخد. لما حصل خرق لهذا القرار، مين اللي خد قرار العقوبه؟ الاتحاد المصري لكره السله المنظم للعبه ولا حد تاني؟ الاهلي علاقته ايه بقى بالموضوع؟ ايه العلاقه بتاعه الاهلي بهذا الموضوع؟ ولم يؤخذ هذا القرار نتيجه شغب جماهير الاهلي. اللي اخذ القرار الاتحاد المصري لكره السله ونائبه الكابتن محمد عبد المطلب، وده راجل نجم الاسكندريه الكبير السابق، ملوش علاقه بالنادي الاهلي هو ولا نادي رئيس الاتحاد. مش ممكن يجي يقول لك طب وانا مالي وانا جمهوري عمل ايه مثلا؟ تعاقبت كل جماهير على خطا جماهير ما تساله الاتحاد. ما حدش بيتكلم على مسؤوليه الاتحاد اللعبه صاحب القرار اللي عبر عنه الكابتن محمد عبد المطلب في اون تايم سبورتس. نشوف. طبعا القرار اتطبق بناء على تقرير مراقب المباراه للوائح الزكريه وبعد الرجوع للوائح، وتم اعتماد القرار من مجلس اداره الاتحاد. خلاص، اعتماد فوز الاهلي هزيمه الزمالك، تغريم نادي الزمالك 30,000 جنيه ونقل مباراه خارج ملعبه. تمام. طيب دلوقتي القرار بهزيمه نادي الزمالك هياخد نقطه الهزيمه ولا مش هياخدها؟ هياخدها. تمام، هياخدها. طيب اللائحه بتنص على كده ولا لازم يبقى في انسحاب؟ لا، ما بتنصش على كده. في جزء في لائحه الشغب، وده اللي اعتمد عليه مجلس الاداره، ان في حاله وجود شغب وتكرار الشغب من احد الجماهير الفريقين يتم تحديد الفريق الفائز، لم يتم التطرق تماما الى الفريق الاخر. وده ده 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 او الجزء من اللائحه اللي اعتمد عليه الحل.
مجلس الإدارة. طيب حضرتك راضي عن قرار عدم حضور الجماهير في كل المباريات؟ لا بصي، يعني عشان نكون واضحين، خلينا بس ايه، خلينا عندنا محدد رئيسي عشان الناس بتتجاهله، ان في حاجه اسمها كورونا وفي تعليمات من الدوله ووزاره الصحه ووزاره الرياضه بعدم وجود التجمعات الجماهيريه، والدليل ان احنا في كذا بطوله اجلناها ورجعنا اخذنا موافقه الوزاره على استكمال عدد من البطولات. فده محدد الاول. لكن احنا طبعا اي حد رياضي بيلعب لعبه بيحب يتمنى يشوف الجمهور، والجمهور موجود في الصاله وموجود في الملعب، في تفاعل ما بين الجمهور واللاعبين، فطبعا كلنا نتمنى وجود الجمهور. لكن احنا عندنا المحدد الاولاني اللي هو وجود الكورونا، ثانيا ان الدوله لم تسمح بوجود جمهور. يعني الراجل بيشرح الاسباب، جزء من الاسباب في التجمعات في البدايه لا علاقه بالكورونا، ايا كانت الاسباب انت النظام اتحط. هو احنا ليه مش عايزين نطبق النظام؟ هو المشكله بسبب ان الاهلي اصر على تطبيق النظام، ولا انت المشكله حصلت لاصرارك على عدم تطبيق النظام وبعدين تلوم؟ وبعدين يقول لك ايه، ما هو مباراه الدور الاول ما كانش لسه المشكله بتاعتك انفجرت مع السموحه وبعدين لم يحدث فيها شيء، انما وانت يعني انت بكره لو هتلاعب الاهلي في الاهلي مش هتصمم ان الصاله تفضل، هتصمم الصاله تفضل حتى لو فيها مين، حتى لو فيها مين، اللي طبع الزمالك هيطبع الاهلي وهيطبع الاتحاد وعجبني كل كده. النظام اللي مش عاجبني بيقول كده لازم التزم بيه، هي دي القاعده. اي ناس عايزه ترتقي، اي ناس عايزه تخدم مجتمعها لازم تدي النموذج ان انا النظام ان ما عجبنيش لحد ما يتغير انا هطبقه.